سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده آمين يا رب العالمين. حنا كاينين في قهوه سميتها هي كافي وسناك سميتها صفيه فوالا فيها كلشي والعيالات كلهم دخلوا لداخل غادي نحك عليهم باش تعشاو راه كاينه الصخبه ديال الجوع ها هي البنات قهوه صفيه عند الشارع ديال برشيد تبارك الله عليك لاله ملكه شرف لنا اننا اليوم عندك اياه مرحبا لاله اختك السعوديه والله يحفظها ليك تحيه كبيره للناس ديال السعوديه والله يلا ليلى حسين سميتها حسنه كنحمق عليك انا دابا مع الوالده ديالك الله يحفظها لك تبارك الله هادشي ما شاء الله رائع جدا جدا واكيد غادي نذوقو ديال عمها ما شاء الله دابا حيت اللي حنا وقفنا سبحان الله باش نذوقو ومن حجه وزياره دونك غادي نذوقو هاد الدجاج واش هو حار ولا هذا سبيسياليتي كيفاش شنو هذا بالاعشاب اي هذا بالاعشاب اوكي فيه الحار شويه حنا نذوقو خليكم معنا وما تمشيو فين هنا البنات كاين هاد الدجاج فيه الحار هادشي كيشهي وفيه الرز اكيد ايوا يا لاله ويا لاله ويا لاله مع هاد البرد ما نعاودش ليكم وهنا كاينين البنات لي سالاد حتى هما غزالين اكيد غادي ندوقو منهم فوالا لوباش غزاله تبارك الله قهوه ما شاء الله نقيقيه دوك القهوه ديال صفيه البنات في الدخله ديال برشيد بصراحه البنات الاكل هنا كان زوين واحد الدرجه ما كتصورش انا بصراحه ما عنديش مع الدجاج ولكن هنا عندهم واحد الدجاج مشوي كيحمق يعني سالاد زائد العدس زائد ديك المريقه هكايا وهاد لو بلا البلا كامل زائد العدس زائد الفريد زائد حسبوه لنا ب 25 درهم اثمنها بكل جميله وحطوا لنا ما شاء الله تهلاو فينا بصراحه بزاف دونك قهوه صفيه كنوصي كل من دخل البرشيد يمشي لهاد الكافيه ريستورون لان بصراحه كيستاهلوا الرحله الحمد لله بدات زوينه وان شاء الله تعالى اكيد غادي تنتهي زوينه تحيه كبيره لمنظمه الرحله اللي هما مجده مريم وكذلك جميله اونلاين اللي قمت عليا وان شاء الله باذن الله ما غاديش تكون هنا ما غاديش نحبسوا هنا مازال العديد من المفاجات خليكم معنا صباح النور البنات اش اخباركم حبوباتي الغاليات مرحبا بكم كاملين على هذه المناظر الجميله والغزاله دائما من مدينه وكيمدن اليوم ان شاء الله حنا كاينين شي حاجه اللي هي زوينه بزاف تلاقينا مع بصراحه بزاف ديال الناس اللي دايرين هذا النوع ديال الرحلات ولكن واحد البرد ما نعاودكمش انا بقيت ناعسه بصراحه حتى دابا عاد فقت كما قلت مناظر اللي هي خلابه جدا لقينا مقاهي لقينا بزاف ديال الحوايج اللي زوينه كاينين دو زوبرج هنا بصراحه منظر خطير بزاف 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 البنات ما عاد فين تبدروا علينا اذا غادي نديكم اليوم في واحد الجوله اللي اكيد جميله في اوكي صباح الخير الزين ديالي خديجه كي دايره عرفتي كون ما كانش خديجه كون مت بالبرد جميله والله مت بالبرد مرنا الدار الله يطول عمرك زال الله يطول عمرك مرحبا بك جديد مراكش يا ربي يحفظك ليك مرحبا بنا وحدنا نهار كبير هذه اللي جينا مع جميله الله يكبر بيك الله يكبر بيك لا نهار كبير هذا اذا اللي من الناس اللي ما جاوش معنا دابا غيعاودوا يرجعوا معنا ان شاء الله في الشتاء مزال عويناتكم كيحمق المنظر اذا البنات حنا كنتواجدوا في كما قلت مدينه فيوريكا مدينه مراكش هذا المقهى اللي غزاله بزاف سميتها مقهى الغيوان هو مطعم الغيوان كاينه في الدخله موراي واحد المنظر اللي هو رائع جدا 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 شوفوا البنات المنظر كي داير كيحمق تلاقينا مع بزاف ديال الناس الصراحه الناس عاد كيشعلوا الفخر فمرحبا بكم ريفي
تبارك الله تبارك الله عليك. عزيز تبرنوت البنات ما شاء الله عليك تبارك الله عليك. في النفع الجنجلان هذه هوايه يمكن كتهواها انت يا ياك كتقنها تبارك الله ما شاء الله عليك. تيميجة ما شاء الله عليك. ايوا البنات هانتوما المقهى ديالكم شنو سميتها؟ تفرنوت. تفرنوت عند عزيز نصيري. هذه البنات هاد تفرنوت سي عزيز ما يمكنش ما تكونش في اي دار امازيغيه. يعني كندخلوا للدار الامازيغيه كتلقاو فوالا من تقاليدنا. دونك هذا هو خبزنا اللي كنا كناكلو كل نهار في الصباح مع الغداء مع العشاء. كانوا العيالات الله يرضي عليهم والله يعطيهم صحتهم. دابا سي عزيز ملي دخل الفرارن ديال الغاز وديال الضو ما بقاش هذا الشيء مالوغوزمون. لا الحمد لله حنا زعما باقي شادين التقاليد ديالنا. اش من بلاصه نتوما؟ حنا من منطقه الضو. داكو حنا لا حنا في حاحان ونواحي صويره وداك الشيء كلشي حيدو ما بقاوش. كنا تخيل سمير البنات هذا راه كان في اي دار امازيغيه كتلقيه افرنو بحال هكا مبني ايوا صغير كيفاش كيمشيو يجيبوا داك الشيء. دابا ولاو معكزو للاسف والله كتلقاو خبز الفرس كتلقاو. فكنتمناو تقاليدنا ترجعوا هذا الشيء لان زوين بزاف صحي 100%. داك الشيء علاش جينا سي عزيز باش نفطروا. الدريات راه فطروا ولكن غادي يعاودوا ان شاء الله الفطور. الله يفتح حبك الجنه. بنات 7 دراهم ياك سي عزيز وكطيب كتعجن بزيت العود. انا غادي نتبع معك المرحله حتى تلوح هذا وفي الكبسه. الله يلا تبارك الله عليك ما شاء الله عليك. خليك معايا عزيز خليكم معايا البنات. بسم الله ما شاء الله عليك. والعود تاع الزيتون باش نطيبو. العود ديال الزيتون ديال الزيتون بلاك واحد النباب وحده صافي كتبقى دابا هكا وكطيب فوق هاد الحجيرات هادو اللي ديجا هما شادين السخونيه من الحجر الاخر. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك سي عزيز برافو عليك. شوف ثلاثة جميلة الله هذا هو الجروب ديال جميلة اونلاين. مرحبا بكم تبارك الله على البنات. مرحبا بكم دائما في يوريكا البنات. ميمي جوجو اولي برافو جروب ديال ميمي جو ان شاء الله عقبال رحلات اكيد ثانيه. مرحبا بكاع البنات ما غاديش نذكر الاسماء. اعطوني السميات يلا بالزربه. اسماء وي سميره كوثر مجده خديجه احلى مجده خديجه كابيشون صفر ربيعه خديجه الوغ معنا الناس من فاس معنا من الرباط. شكون اللي من الرباط من سلا. شكون اللي من سلا؟ مريم. شكون اللي من فاس؟ والناس ديال كازا. تبارك الله عليكم ديما من طنجة حتى القويرة. تبارك الله عليكم على هذه المناظر الخلابة ديالكم وان شاء الله عقبال الشمال يا ربي ياك البنات. يلا دونك البنات هادو بريدات اللي كيتباعوا على هذا الشكل هذا ديال الفخار ومزوقين بهذا المعدن هذا كيجيو كيحمقوا فيهم كاع اللوينات. كاين البوردو كاين الخضيضر تبارك الله كاين هذا الفيغ او كاين البياض كاين هذا تا هو حمقني. والاثمنه ديالهم 80 درهم واللي بغى شي حاجه كيتصاوب معاه فمرحبا بكم. الوغ شي ثمن زوين اللي بغى غتصاوب معاه ياك. انا عجبوني بصراحه هادو. حتى صاحبتي بغات تاخذ واحد السوفينير هانتوما الخضر والاحمر الرايه المغربيه. سميره وسميره والبنات جميله اونلاين كي جاتكم الخضره؟ يس الوغ شنو هاد البلاصه هنايا شنو هنايا؟ ومات نايضه نايضه ديال بصح ها انتم هادو اماسيل مناظر خلابه جدا. احنا غاديين باش نتغداو فوالا. دابا حنا في يوريكا منظر ما نعاودلكمش منظر جميل بزاف. مرحبا بكم تفضلوا معنا وتابعونا اكيد بعد قليل في واحد اللايف في الانستغرام وفي اليوتيوب باذن الله. مرحبا بكم.
ثمانية علم يلا نوز نتواجد نزر اشكر يلا مرحبا بكم البنات. دونك حنا كاينين دائما في مقهى اللي وريتكم دابا ادرار ياخ دارون. مرحبا بكم تايش الحين النار تايش الحين تايش الحين. الو هذا الطاجين باش هذا اللحم بالخضرة اختي ايه في الخضر ايه الا قلت الغلمي لا فلوس الا البقري الا الغلمي دو فلوس الغلمي الدجاج والبقري دونك نتوما واللي بغيتو تبارك الله عليك. فين هو بصلو الزبيبه جمال؟ فين؟ ها هو مرحبا ها هو الثمن ديال الطواجن؟ اللحم 80 والدجاج 70 اختي. برافو الله خير بلادنا هذا الخير كامل كاين اليوم فمرحبا بكم. نعم اختي اييه تبارك الله على الطواجن ما شاء الله عليكم. انتم ماما خويا البنات يلاه كيتسرباو. الو انا حبيبتي غادي نشرب واحد الكازير قهوه اللي صوبت واحد الكتكوته ديالنا واحد الغزاله واحد الفنه جابتو لي وقالت مع صاحبتي نجاة كانت تحدتو هيك نجاة طفينا التلفازه تخلينا الدنيا كلها كما لقينا هادشي. المهم دويره غزاله البنات والله العظيم كلها تقريبا ثلاثه اربعه خداو كلنا ثلاثه ديال البرطمات ديال الدور بحال هكا غزالين. هذا واحد لاكور امتي بالكون اللي فيه حتى هو جالسين فيه البنات كيشربوا قهوه بالصحه والراحه. هنا قررنا باش نتعشاو بكسكسو درنا جوج ديال القصاره البنات وحده تنسيف وحده. سمحوا لي ما صورتهاش في الاول. المهم درنا كوتيزاسيون ديال 20 درهم درنا البنات كيلونس ديال اللحم والخضار والفلفله حاره ايوا العقوبه لكم ان شاء الله بصحتكم الصحه امين داكشي غزال تبارك الله الله يعطيكم الصحه. كسكسو بنين 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 جدا جدا الله يعطي الصحه لديا ايوا البنات. هذا الصباح صباح الخير مليكا ادير عمرك ويزي الاتاي كملك اختي ملك راه حادقه تبارك الله على ملكة مسكينه لاباس عليك ايوا يا لله يلا فقنا كي اللي باقي لاعس. ها انتم الدركه تحمق غزاله ودابا غادي نوريكم المنظر اللي ما صورتش لكم صراحه البارح. هو هذا الدركه تحمق البنات كما قلت لكم فيها ثلاثه ديال الفات تبارك الله شي خمسه ديال الضيور. وهكا غادي نكون ختمنا الحلقه ديالي ان شاء الله باش نمشيو لمدينه مراكش الحمراء. هنا بتنا حنا دابا في اوريكا وصباحكم مبروك حبوباتي الغاليات وعقبه ان شاء الله ما نتلاقاو في ساعه زينه. سمعوا خرير المياه الله على منظر يلا البنات. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وديما ماماخ من موندغ سيغ ماشين مع جميل اونلاين. السلام عليكم وما تنساوش دائما البارتاج واللايك. السلام باي باي.